كنا بنتكلم فيها من شويه، هي الانتصارات عايزه ايه مننا؟ مش كده يعني يا جماعه. شكرا ليك يا سالا، ونروح بقى لزميلتنا نورهان طوان ونعرف كده منها برضو اخر الاخبار، ويمكن الموضوع الابرز برضو امبارح وصول بعثه منتخب الشباب طبعا بقياده كابتن ربيع ياسين، واللي كانوا دلوقتي مفروض ان هم في العزل في فندق العزل، وكمان هيكون في مسحه حسب معلوماتي لكابتن ربيع عشان يطمنوا على حالته. فخلينا نعرف تفاصيل اكتر من زميلتنا العزيزه نورهان طوان. نورهان بنصبح عليكي في البدايه، صباح الخير. يا صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع زي ما عودناكم، هنطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية. وفعلا يا نهاوند معانا طبعا خبر إجراء كابتن ربيع ياسين للمسحة الطبية، يمكن ده أول أخبارنا من موقع وجريدة اليوم السابع. ربيع ياسين يخضع لمسحة داخل الحجر الصحي بعد عودة منتخب الشباب من تونس. خضع ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب لمسحة للاطمئنان على آخر مستجدات قائد المنتخب فيما يخص إصابته بكوفيد 19. كمان يمكن البعثة كلها وصلت لمطار القاهرة مساء أمس بعد ظروف يعني غير مواتية للبعثة في تونس، وما شاركوش زي ما احنا عارفين في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا 2021. البعثة كان طبعا يعني رجعت على متن طائرة مجهزة طبيا بشكل كامل. طبعا في عدد من اللاعبين تم الإعلان عن إصابتهم بفيروس كورونا، وبالتالي لم يشاركوا في البطولة اللي كان مقرر أنهم يشاركوا فيها في الأيام الماضية. نروح بقى لأهم وأبرز مبارياتنا اليوم. النهاردة في الجولة 14 من بطولة الدوري الإنجليزي، برايتون وتشيفيلد يونايتد الساعة 2 ظهرا، وتوتنهام وليستر سيتي الساعة 4:15، ومانشستر يونايتد الساعة 6:30، وليدز يونايتد والساعة 9:15، ويست بروميتش أمام أستون فيلا. اما بقى من الجوله 14 ايضا في الدوري الاسباني، فسيلتا فيجو هيواجه ديبورتيفو الافيس الساعه 3:00، وغرناطه هيواجه ريال بيتيس الساعه 5:15، والساعه 7:30 قادش هيواجه ختافي، واخيرا الساعه 10 ريال مدريد هيواجه ايبار. وبقى من موقع سكاي نيوز، ويمكن يعني ظروف غير ايجابيه موجود فيها نجمنا المصري محمد صلاح في ليفربول، ويمكن بيعيش حاله مش هي الافضل ليه مع المدير الفني الالماني يورجن كلوب. معانا خبر من سكاي نيوز واول رد فعل لكلوب على تصريحات صلاح بشان الالتحاق بالليجا. كان نجمنا المصري محمد صلاح اجرى حوار مع اس الاسبانيه، وكان في بعض يعني يعني ناس صنفته هجوم على المدير الفني، وناس يعني شافت انه في تصريحات غامضه للنجم المصري، خاصه بشان اللي قال فيها انه يشعر بخيبه امل بعد ما تم حرمانه من حمل شارد القائد في مباراه ميتلاند الاخيره للفريق، وقال انه كان حق بحمل الشاره في المباراه دي، وانه يشعر بخيبه امل تجاه قرار المدير الفني، ولكن قال انه في النهايه المدير الفني هو يعني صاحب الرأي الأول والأخير. كمان بسؤاله عن التحاقه بالدوري الأسباني قال إن برشلونة قال إن برشلونة وريال مدريد أندية قمة، وإنه الالتحاق بالدوري الأسباني شرف لأي لاعب، ولكن طبعا نجمنا المصري قال إنه في النهاية القرار قرار نادي ليفربول، سواء كان باستمراره في ضمن صفوف الفريق أو الرحيل في الأيام المقبلة. يورجن كلوب بقى رد على تصريحات محمد صلاح وقال إنه يمكن قال ليس لدي شيء كي أقوله وكل شيء بخير من جانبي. أكد أنه الألماني على أنه يعني لازال بيدعم وبيحب نجمنا المصري، وطبعا هو أحد أهم أعمدة الفريق في الفترة الحالية. ولكن مشاركة نجمنا المصري امبارح أمام كريستال بالاس في المباراة اللي أقيمت واللي اكتسح فيها ليفربول بسبعية نظيفة، كان جاءت مشاركة محمد صلاح كبديل وليس أساسي، وده يمكن يعني ده بيفسر الأزمة اللي ما بينه وما بين المدير الفني، أو هكذا قالت وسائل الإعلام. ولكن المدير الفني في رده قال أنه كان محتاج يشوف ليفربول في تشكيل جديد ومختلف في بعض المباريات. ومن موقع كورة، رئيس الاتحاد السكندري سيسي مستمر لنهاية الموسم.
اكد محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على استمرار لاعبه المعار من قبل نادي الزمالك عبد رزاق سيسي لاعب الفريق في الايام المقبله. وقال مصلحي في تصريحات خاصه لموقع كوره: سيسي مستمر مع الاتحاد السكندري حتى نهايه الموسم الحالي، وانه اداره الاتحاد السكندري بتدرس انها تتواصل مع اداره نادي الزمالك للظفر بخدمات اللاعب بشكل كامل ونهائي. ومن موقع اليوم السابع أيضا: بيرلو: يوفنتوس كانت لديه رغبة قوية في استعادة الانتصارات سريعا. قال أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس أنه سعيد جدا بالانتصار الأخير اللي حققه فريقه على فريق بارما بربعية نظيفة، وده طبعا كان في مباراة أقيمت أمس. المدير الفني شاف أنه قال أنه التشكيل الفني للمباراة وأداء اللاعبين كان على يعني أحسن وجه في تصريحات للمدير الفني بعد المباراة. أما بقى عن حزن نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قال أنه سعيد أنه لديه نجم بحجم كريستيانو رونالدو يحزن على فقدان يعني ضربات الجزاء أو الفرص الضائعة. طبعا ده بعد ما رونالدو يعني أهدر ركلة جزاء أمام أتلانتا في المباراة الماضية. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو.